الجديد في الذهب نقربوه منكم حتى نرضيكم، والبنات عندهم ما يوريكم. السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معنا في فيديو جديده. جبنا لكم اليوم هاد لاباك دو مارياج، ديزاين تاعها غزال وزوين، خويتم اللي خفيفه وانيقه، شي حاجه اللي غزاله وطوندونس دابا، سورتو ان فيها سوليتير كاري البنات كيف كتشوفوا معايا، اللي كيجي على هاد الشكل، في حجره كاري الوسط وحجرات في الجناب، لاليونس ديالها كيجي على هاد الشكل كيف كتشوفوا معايا. لاباك من الجنب كتجي بحال ما هكا البنات، من اللور كتجي على هاد الشكل، الطابع ديال الديوانه كيجي هنايا، كتجي خاتم خفيفه وزوينه وانيقه في اللبسه ديالها اللي غنشوفوها دابا. تابوناو فاش كتسناو، راه الذهب ملي كيتلبس عاد تيزيان ويبان. لاباك ديال الملبوسه البنات كتجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، كيجي خاتم ديال المارياج، شي حاجه اللي انيقه وزوينه وبراتيك بور شاك جور. كنتمنى انه يكون واضح بالنسبه لكم ونال الاعجاب ديالكم. بصحه والراحه مسبقا، وما تنساوش مجوهرات فاتين ذهبي حتى لعندك. باش يبقى يوصلكم الجديد ديروا جيم للصفحه ديالنا وتابوناو معنا، وغير بكليك كلشي بين يديك. بيجوتري فاتين ذهبي حتى لعندك.